مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الخليج. موجة الاحتجاجات الواسعة ضد الفساد التي يشهدها العراق تعدت في الأيام الأخيرة مرحلة الاحتجاج المطلبي والحياتي. فالحراك الشعبي الرافض لاستمرار الفساد والفاسدين لم يستثني المناطق الشيعية التي تعتبر معاقل للأحزاب الدينية المدعومة إيرانيا. ليطال هذا الحراك مجمل المنظومة السياسية العراقية على فسادها وفقدانها للسيادة لصالح إيران أو لصالح من تدعمهم طهران. الزج في إيران والحديث عن قوات المدعومة إيرانيا تعمل على قمع الاحتجاجات يبعث الكثيرين على تساؤل، هل خصوم إيران وعلى رأسهم السعودية يقفون خلف موجة الاحتجاجات تمويلا وتوجيها؟ أم هل أنصار إيران يتحدثون عن تدخلات خارجية لثني الأنظار عن المآسي التي ألحقوا بالعراق؟ هل أصلا كان المواطن العراقي الذي نزل إلى الشارع مصارعا على لقمة عيشه، هل كان أصلا بحاجة لمن يدفعه إلى هذا النزول للاحتجاج بينما هو يرى بلده يغرق تحت جبال الفساد وتحت تدخلات مجموعات مسلحة تنافس الدولة على سيادتها؟ يخلع العراق عن عمائم الطائفية والمذهبية متحولا لساحة عراق دامية تحجب عنها التغطية الإعلامية لتزيد حصيلة من سقطوا برصاص قوات الأمن العراقية. فقد خرج العراقيون من كل حدب وصوب منذ بداية الشهر الجاري رافضين الفساد المؤسساتي الحكومي والمحاصصة الطائفية والحزبية وانتفاع الميليشيات، مطالبين الخروج بحلول للأزمات التي يعانون منها، إذ غرقوا في الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية. احتجاجات كان قد دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعرف قائدها أو محركها، إلى أن هناك بعض المحللين خاصة المقربين من التوجه والنفوذ الإيراني في العراق يعتقدون أن هناك جهات ترمي بصنارتها لتصطاد بالماء العكر، ويتهمون المملكة العربية السعودية الدينامو المحرك للاحتجاجات العراقية بهدف قص مخالب إيران المتمثلة في حكومة عادل عبد المهدي. كما أن اختيار هذا التوقيت لإبعاد الأنظار عن حربها في اليمن التي تلقت فيها خسائر فادحة، وكان أكبرها الهجوم على حقول النفط الخاصة بشركة أرامكو، إذ اعتبر البعض أن تحريك الشارع العراقي هو جزء من الرد السعودي على استهداف أرامكو، وذلك رغم حالة الفساد البنيوي المستشرية في مجمل المنظومة السياسية العراقية حتى قبل اندلاع الحرب الباردة بين السعودية وإيران. وفي المقابل هناك من يرى أن إيران هي رأس الأفعى وهتاف المحتجين العراقيين المنددين بإيران وحرقهم لعلمها، ما هو إلا تعبير عن سخطهم لتغلغلها في الشأن العراقي الذي زاد من تراجع الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في العراق. ولكن البعض ذهب أبعد من ذلك ورجح أن القتل المتعمد للمحتجين يأتي بأوامر إيرانية لجعلها استراتيجية لإحكام القبضة على المحتجين، بالإضافة لتكريه الشعب بالجيش العراقي بغية إضعافه لتخلق نموذجا مشابها للحرس الثوري الإيراني في العراق عبر الحشد الشعبي. ويبقى التساؤل في حال احتدت الاحتجاجات إلى أين سيذهب العراق؟ هل هو في الطريق إلى فوضى عارمة أو حرب بين أجهزة الدولة والشعب وتشعب النفوذ الإيراني في العراق؟ أم سيبقى عادل عبد المهدي في منصبه، ما سيشكل خسارة للمحور السعودي؟ أو سيتحول العراق إلى أرض خصبة للحرب بالوكالة كما حصل في اليمن؟ أهلا، نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو دكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور حسن، وعبر خدمة سكايب من الرياض أرحب بالكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ عبد الحميد لغبين. مرحبا بك معنا أستاذ عبد الحميد، وعبر الهاتف من بغداد أرحب بأستاذ حسين الموسوي رئيس مركز الحوار الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ حسين معنا. اسمح لي دكتور حسن أن أبدأ معك، يعني العراق في قمة أكثر دول دعنا نقول فسادا في العالم، لماذا إذن البحث عن شماعة خارجية ضد، يعني يريد أنصار إيران في العراق أن يعلقوا عليها ضلوعهم في هذا الفساد الذي يعني أهلك العراق اقتصادا يعني ومجتمعا؟ يعني اعتدنا دائما كل ظاهرة فيها مظاهرات أو عنف أو هذا، دائما هناك أيدي خفية أو طرف ثالث هو المستفيد
من هذه الظاهره، وان انطلقت هذه الظواهر بشكل عفوي من قبل الجماهير العراقيه او الشعب العراقي، او انطلقت وكانت هناك ايدي خفيه تقوم في دفع مثل هذه الجماهير الى الشوارع ولخلق البلبل. يعني دائما هناك طرف ثالث مستفيد. العراق نحن نعرف أنه هو محتل على يد أمريكا منذ عام 2003 إلى اليوم، ويعني دائما هي المهيمنة والمسيطرة مع حلفائها من الإقليم، ولا يريدون الخير إلى العراق. ومن الطبيعي في مثل هذه الظواهر أو مثل هذه يعني دولة يتواجد عليها احتلال أمريكي وأيدي خفية تلعب يعني بالحكومات وببعض الشخصيات التي نفسهم ضعيفة، نرى أنه يعني يتواجد الفساد ويتواجد التقاعس ويتواجد التأخر، لأنه العراق لم يعني يحتل غاية اليوم السيادة الكاملة على أرضه وعلى نفطه وعلى خيراته، وهناك يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا، حتى المصانع الخاصة والحكومية تم يعني تدميرها نهائيا. أستاذ حسين، المواطن العراقي هل يشتري أو يتبنى الرواية التي تقول إن يعني أياد خارجية هي التي تخلق الأجواء التي تحرضه على النزول إلى الشارع للاحتجاج على وضعه وعلى وضع بلده المأساوي؟ نعم، تحية لك وإلى ضيوفك الكرام. بصراحة احنا في كل مظاهرات للأسف نستمع إلى هذا النوع من الخطاب، أن هناك أيادي خارجية تحرك هؤلاء المتظاهرين وأن هذه المظاهرات موجهة. لا أبدا، هذا الموضوع يعني غير صحيح. أي شخص يعني يعيش في العراق يعرف أن العراق يمر بمعاناة اقتصادية كبيرة. هؤلاء الشباب الخارجين للمظاهرات لا يشعرون أن هناك وطن يحتويهم أو أن هناك يعني حكومة ممكن أن ترعاهم وتفكر بمستقبلهم. إدارة المال بالعراق إدارة سيئة، الفساد كبير، الوضع الأمني يعني صعب جدا، الميليشيات يعني منتشرة بشكل كبير وهي المتحكمة بالمشهد الأمني. كل هذه الظروف أصبحت يعني أسست قناعة لدى هؤلاء الشباب أنه العراق يمضي نحو المجهول، فهم إما يبقون يعني يتعرضون لحالة الموت البطيء أو يكون لهم وقفة وصرخة للتعبير بها عن الوجع مثل ما يجري الآن. الحديث عن قضية أنه هذه المظاهرات موجهة من هنا وهنا يعني أعتقد هذا أمر غير صحيح، بدليل على أنه هذه المظاهرات لا توجد لها قيادة موحدة. نعم. لا بل أكثر من ذلك، هذه المظاهرات لا توجد لها حتى أهداف موحدة. نعم. يعني الأهداف قد تختلف هنا وهنا. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني رغم ما قاله أستاذ حسين من مؤمن بأن هذه المظاهرات يعني غير موجهة من جهات خارجية، لا شك لكن أن السعودية مرتاحة يعني للأصوات المعارضة لإيران في هذه الاحتجاجات، ولكن هل الدور السعودي يتعدى هذا الارتياح ويعمل على نقل الآن الكرة إلى الملعب الإيراني كما حذر في الماضي ولي العهد السعودي؟ لا، يعني بالعكس، نحن بالنسبة لنا العراق مهم جدا، يعني استقرار العراق وأمنه مهم جدا. بالعكس يعني استقرار العراق والأمن وما شابه ذلك مهم، ربما يكون أهم من حتى من اليمن، يعني لأن العراق يمثل عمق استراتيجي حقيقة للمملكة ويمثل عمق استراتيجي للأمة العربية بشكل خاص بمواجهة إيران. يعني وإيران معروف أنها تشكل خطر على الأمة ولديها هدف استراتيجي تعمل عليه منذ 40 سنة، ولا شك أنها حققت أهداف. والخطأ أنا أتصور أن الخطأ أخطأوا فيها العرب والخليج بشكل خاص حتى قبل الاحتلال الأمريكي للعراق، عندما لم يضعوا أي استراتيجية لما بعد سقوط صدام حسين، لم يتركوا العراق حقيقة للمنظمات الإرهابية، وهذا مكن إيران بعد سنوات من السيطرة على العراق ونشر الأحزاب التي تابع لها. نحن لا شك أنه يجب، أنا برأيي الشخصي، يجب أن نضع خطة استراتيجية على مدى
10 سنوات وأن نستهدف الشعب العراقي من خلال تقديم المساعدات وبناء المدارس وما شابه ذلك. سوف نجني الثمار بعد 10 سنوات، وأن لا نترك يعني الوضع أو أننا مجرد أن ننظر إلى الصورة من بعيد وننتظر النتائج. نعم، أستاذ عبد الحميد، يعني نذكر كيف يعني في بداية الأزمة السورية نفت السعودية أي تدخل لها في هذه الأزمة قبل أن يتضح أن دورها في نهاية المطاف كان محوري جدا. لا، هو يعني أنا ما أتصور يعني نحن من مصلحتنا يعني لا شك أنه يعني كسر النفوذ الإيراني، ولا بد أنا يعني رأيي الشخصي لا بد من دعم الأصوات المعتدلة في العراق ودعمها بكل الوسائل حتى نستطيع على الأقل أن نحقق نتيجة. يعني هذا تصوري يعني الشخصي، وأن لا نترك الوضع أو نتفرج أو حتى يكون دعم، لأنه ربما إيران أنا بتصور إذا وجدت نفسها سوف تفقد يعني المؤيدين لها، خاصة أن الثورة الموجودة في إيران حقيقة هي ثورة شعب، يجب أن ندرك ذلك، لأن الفساد والظلم وصل إلى منتهى في بلد غني جدا. يعني العراق فعليا هو أغنى من أغنى الدول العربية، فلذلك يعني يجب أن نتحرك بشكل سريع وبشكل إيجابي ونضع خطة. يعني ليس قضية دعم فلان أو دعم حزب أو ما شابه ذلك، فلذلك أنا أتصور. أما قضية أن المملكة مثلا تبحث عن عدم استقرار العراق هذا غير صحيح، لأنه استقرار العراق حقيقة من أهم يعني جوهري، هو مثل ما يشابه استقرار المملكة. فلذلك نحن لا يمكن لنا أن حتى وإن كان لنا عداء مع إيران وحتى وإن نواجه المشروع الإيراني هذا لا يعني أننا سوف نعبث بأمن العراق. نعم. طب دكتور حسن، يعني حتى إذا كان الحديث عن يعني تدخلات خارجية، لماذا تعتقد إيران أنه يمكن لها أن تتدخل يعني في شؤون العراق دون أن يحتاج العراقي أو يحتاج العراقيون على هذا التدخل الذي يعني يفقد في العراق في نهاية المطاف سيادته ويفقد يعني مقومات اقتصادية هامة؟ يعني بداية دعنا نقول إنه المطالب للشعب العراقي وخروجه إلى الشوارع هي مطالب يعني محقة، وعلى الحكومة العراقية معالجة هذه الأمور بغض النظر من إذا كان هناك من متواجد وراء هذه المظاهرات أو لا. يعني اليوم هناك المستفيد، يعني مثل هذه الحالة ظهرت لربما من دون أي تخطيط وبشكل عفوي، وعلى العراق والشعب العراقي والحكومة العراقية التعاون مع بعض لحل مثل هذه الأزمات والتوصل لما يرضي المواطن. بالتالي يعني دائما نحن نقول الوطن يزرع في قلوب المواطنين وليس العكس، ولكن هناك من مستفيد مثل هذه، ودور السعودي يعني للأسف يعني نستطيع أن نقول السعودية والمغردين السعوديين والجيش الإلكتروني التي جيشته السعودية أكثر من 23 ألف مغرد إلكتروني كان يدعم هذه المظاهرات، فتلعب دورا كبيرا في كل الأزمات تبعت الشعوب العربية. ولكن مثل السعودية يعني عندما ظهروا الفلاشة في المظاهرات في إسرائيل كانت وراءها إيران، وعندما أمطرت وأشتت في جبل عرفة كانت وراءها إيران. يعني هذه أسطوانة مشروخة والكف عن هذه الموضوع. بعض المغردون يعني السعوديون رأينا جوازات سفر إيرانية. تحديدا السعودية يعني هي رقم واحد بالعالم بتأليف مثل هذه الأشرطة وصنع مثل هذه الأشرطة، ونحن رأينا ما فعلت في سوريا ورأينا ما هي تفعل في اليمن إلى اليوم، وتقتل الأبرياء في دم بارد في اليمن. ولكن اليوم السعودية هي في وضع صعب جدا، السعودية منهارة اقتصاديا، منهارة اجتماعيا، منهارة في الداخل، حتى في بني سعود هؤلاء حتى هناك في انهيار وانخصام وخصام بين هؤلاء. وما حصل في السعودية والضرب الأخيرة للسعودية وأسر أكثر من 2000 وآليات عسكرية، يعني السعودية تريد أن تأخذ الأنظار إلى منطقة تانية. أنا أعلم أستاذ عبد الحميد أنك تريد الرد، وسأعطيك بالطبع حق الرد، لكن اسمح لي بداية أريد أن أتوجه لأستاذ حسين. يعني خط
رفيع أستاذ حسين يفصل بين المطالب الحياتية وتلك الرافضة للفساد وبين مطالب سياسية قد تزج البلاد يعني مجددا في حالة استقطاب طائفي. هل هناك محاولات لصبغ هذا الحراك بألوان مذهبية لإبعاد جزء كبير من المحتجين عن الحراك؟ لا أبدا، لا توجد أي صبغة طائفية لهذا الحراك، إنما هذا الحراك يعني اليوم خلي أقول المجتمع الشيعي بصورة عامة، وأنا لا أحب أن أتحدث يعني بهذه التصنيفات لكن الواقع يفرضها، المجتمع الشيعي يأخذ على مسؤوليته موضوع التغيير السياسي في العراق على اعتبار أن هذه الطائفة تمثل يعني نسبة معينة كبيرة، وأن رئاسة الوزراء بفرض الواقع السياسي هي محصورة ضمن هذه الأغلبية. لذلك المجتمع الشيعي يأخذ على عاتقه اليوم تغيير الواقع السياسي. يعني احنا شفنا المطالب اللي كانت في المظاهرات السابقة كانت تتحدث عن قضية خدمات وحقوق وفساد وما شابه ذلك. اليوم هناك مطلب مركزي، وهذا المطلب يسعى إلى يعني موضوع تغيير النظام السياسي في العراق. المواطن العراقي بدأ يشعر أن هذه العملية السياسية عملية غير مجدية، وأنه الأطراف القائمة عليها هي أطراف الفساد، فبالتالي من جاء الفساد لفترة أكثر من 15 عام لا يمكن أن يكون اليوم مصلح، ولا يمكن اليوم أن يغير هذا الواقع. لذلك يعني خلي أقول أكو توجه لا فقط طبعا من الشارع الشيعي، يعني هناك أكو تعاطف من المناطق الأخرى، لكن أكو تخوف بنفس الوقت. يعني يمكن احنا شفنا أنه الشارع السني في السنوات الماضية لما نزل في موضوع المظاهرات شفنا كيف تم التعامل وياه، وكيف تم دخول داعش، وكيف يعني تعرض إلى هذه المأساة اللي دامت أكثر من 4 سنوات. لا أنفي أن هناك تخوف من الشارع السني، لكن بشكل عام هذه المظاهرات مظاهرات وطنية ليست لها أي صبغة طائفية. طب أستاذ عبد الحميد، يعني ذكر دكتور حسن هنا المغردون السعوديون، أريد أن أسألك يعني هذا الحماس السعودي الغير رسمي والمتمثل يعني بدعم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وكما ذكرت سابقا رأينا أشرطة مصورة لجوازات سفر إيرانية من داخل العراق نشرها سعوديون على شبكات التواصل الاجتماعي، ألا يدعو للشك أن السعودية هي المستفيد يعني منه، وبالتالي يضر بفرص نجاح هذا الحراك وفرص تحقيق مطالبه؟ تفاعل يعني حقيقة، وأنا منهم يعني أنا أحد الأشخاص الذين تفاعلوا، صار في تفاعل كبير جدا، هو تفاعل عفوي يعني مع الإنسان العراقي، لأنه نحن نعلم العراقيين حقيقة يعني المعاناة كبيرة جدا، والظلم والاضطهاد والقتل وما شابه ذلك، فكان هذا التفاعل الكبير حقيقة وكان ملفت للنظر، هو تفاعل عفوي مع الإنسان العراقي بغض النظر عن كان مذهبه أو توجهه الفكري. كان وربما شاهدته أو تابعته في تويتر أو شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، كان تفاعل بغض النظر عن من يكون. نعم إيران لها مصالح، وإيران بعثت وهذا أشياء مصورة موجودة، بعثت ناس لمحاولة يعني، وقتلوا للأسف بعض المتظاهرين حتى يظهروا للناس أن هناك مجموعات إرهابية أو ما شابه ذلك حتى يقمعون هذه المظاهرات، رغم أنه أغلب المظاهرات مثل ما تكلم الأخ حسين ربما يكون الأغلبية منها الشيعة، يعني ربما السنة إلى الآن لم يشاركوا بشكل فعال مثل ما ذكر الأستاذ حسين بأنهم تعرضوا ل يعني للأسف شبه مذبحة يعني في عندما قاموا قبل عدة سنوات. فلذلك هذا التفاعل كان طبيعي، وأنا ما أتصور يعني مثل ما قال الأخ حسن أنه لا وراه دولة وما شابه ذلك وأنه دم دعم غير صحيح، والله التفاعل كان طبيعي من معظم يعني أطياف المجتمع
السعوديه. نعم. بخصوص برضو ردا على كلام ان السعوديه ضعيفه وان السعوديه، هذا كلام غير صحيح. تفضل. السعوديه دوله قويه جدا، يعني السعوديه من اقوى دول الاقتصاد في العالم. خلال السنه القادمه ستكون من ضمن الدول السبع القوه اللي هي جي 7. فنحن عندما نتحدث عن المملكه العربيه السعوديه لا نتحدث عن دوله هامشيه او دوله صغيره او دوله. المملكه العربيه السعوديه عندما نتحدث عنها نحن نتحدث عن دوله مؤثره في العالم. نحن لا نتحدث نعم. فلذلك اقتصادها الحمد لله قوي، وهو من اكثر الدول نموا. نعم دكتور حسن، يعني حتى وان صحت التقديرات ان السعوديه تقف خلف هذه الاحتجاجات وتدعم الاحتجاجات في العراق المعارضة يعني لإيران، لماذا يسمح لإيران أن تدعم من يضربون يعني المنشآت النفطية السعودية، ويحظر على السعودية أن تدعم من يعارض إيران في العراق؟ يعني شتان ما بين الدعم السعودي والدعم الإيراني. لماذا؟ يعني إيران عندما تدعم، يعني تفضل ضيفك من السعودية وقال بشكل عفوي تضامن مع الشعب العراقي، ولكن لم نراه يتضامن بشكل عفوي مع من يحرم اليمن من النفط ويحجز باخرات النفط عن اليمن لكي تصل إلى المستشفيات التي يعالج فيها الأطفال والمرضى التي سببتها السعودية، والكارثة الأمراض التي سببتها السعودية، ويحرم اليمن من الأكل والشرب ووصول أي إعانات إلى اليمن. لم نراه يعني يتفاعل على تويتر كما تفاعل بما يخدم مصلحة السعودية ويحفظ وجه السعودية من انكسارها الاقتصادي. ونحن رأينا ميزانية السعودية والعجز التي تقدمته هذه الميزانية. لربما العائلة المالكة هي من يعني تحصل على هذه الأموال وتمتلكها، ولكن السعودية نفسها لا تملك شيء. وهناك يعني حتى بالبنية التحتية، ونحن رأينا العديد من الأفلام والأشرطة التي وصلت كيف هو الحال في السعودية، حتى من طريق مكة إلى جبل عرفة رأينا المجارير وهي بجانبين الشارع. وعندما أسقطت الأمطار لم تكن هناك بيئة تحتية، مع العلم أنه بالأموال التي يتحدث عنها ممكن صنع السعودية. إيران يا سيدتي الكريمة، ما فعلته إيران هي من دعمت الحشد الشعبي لتحرير الشمال العراقي من داعش والجانب الغربي من داعش، وهي من دعمت سوريا، وهي من دعمت الشعب. الحشد الشعبي هو من المنظومة الأمنية العراقية. أين هو الجيش العراقي؟ لولا وجود الحشد الشعبي اليوم الفكر التكفير الذي مدعوم من السعودية لهو كان يسيطر على المنطقة كلها. هذا الوضع. فإيران أتت لتدعم هؤلاء الشعب المظلوم من هؤلاء الظلام. هذا الوضع. اسمح لي أستاذ حسين، يعني الحكومة العراقية الحالية تحاول قدر الإمكان إبعاد العراق عن سياسة المحاور الإقليمية، هل هذه الاحتجاجات تخدم يعني توجهها هذا، أم على العكس تزيد من قبضة أنصار إيران على صنع القرار العراقي وتعمق تورط العراق في سياسة المحاور؟ يعني أنا أتمنى أنه شوية تنطيني فسحة من الوقت لأننا في قلب الحدث. طبعا تفضل. وضيوفه تتكلموا عن محاور يعني عديدة مهمة. تفضل. أولا خلينا نثبت شيء مهم. السعودية منذ زمن السيد العبادي رئيس الوزراء السابق ارتبطت باتفاقيات اقتصادية مهمة مع العراق، بالتالي السعودية يهمها أن يكون هناك استقرار سياسي في العراق لتنفيذ هذه الاتفاقيات الاقتصادية. وأنا لا أجد أنه يعني السعودية قد تكون مرتاحة كثيرا إلى قضية إحداث تغيير سياسي في العراق. هذا واحد. اثنين، ضيفك اللي بالاستوديو يعني يتحدث عن إيران ودعمها إلى الحشد الشعبي وكأنما أنه يعني إيران تدخلها إيجابي في العراق. لا أبدا، إيران تدخلها تدخل سلبي في العراق. وأصلا إيجاد جهة غير القوات العسكرية الرسمية هذا هو بحد ذاته انهيار للدولة العراقية. احنا يعني شخصيا لا ننفي انه مقاتلي الحشد على مستوى الافراد كان لهم دور كبير في قضية استعادة العراق من داعش، ولكن بنفس الوقت اصل وجود الحشد هو يعني صناعة ايرانية من خلال سيناريو
مشابه للحرس الثوري اللي موجود في إيران. نحن أبناء الداخل، يعني اليوم إحنا نشوف كل القوى الأبنية تحدثت أن هناك خروقات في قضية التعامل مع المتظاهرين. اليوم إحنا نتحدث عن أكثر من 150 شهيد سقط من المتظاهرين في هذه المظاهرات، وأكثر من 6000 جريح في هذه المظاهرات. هؤلاء لم تأتي أشباح لكي يعني تعاملهم بهالطريقة. بالنتيجة هناك قوى أمنية تعاملت وياهم. الكل يجمع على أنه توجد فصائل إيرانية داخل الحشد هي التي تصدت للمتظاهرين. هذا واقع. نعم. طب أستاذ حسين، يعني أنا مضطرة لضيق الوقت أن أشكركم، حسين أستاذ حسين اللموسوي رئيس مركز الحوار الوطني العراقي من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أريد أن أشكرك دكتور حسن مرهش خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لك أستاذ عبد الحميد لغبين الكاتب والمحلل السياسي من السعودية، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام حلقة أخرى من برنامج عين على الخليج. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.